رغم جائحة كورونا وحظر التجوال الذي فرضته خلية الأزمة المركزية لمدة 10 أيام، إلا أن السماح لأهالي المتوفين لم تقيد في عيد الأضحى، فقرار سماح الأهالي بزيارة المقابر جاء من باب الرحمة والتواصل ما بين الأحياء والأموات، حيث رحب بعض مواطني مدينة الموصل بقرار حظر التجوال لسلامة المدينة وسكنتها. زرنا أحبابنا في هذه القبور والحمد لله الأجواء حلوة، والله يديم الأمن والأمان علينا، وإن شاء الله هاي الشدة والزول مال جائحة كورونا. قرار صائب بالنسبة لجائحة كورونا، قرار صائب، وإنه خلية الأزمة من تنطيش قرارات لازم العالم تطبقها. الأجواء مال كورونا، العالم لابسين كمامات ولابسين كفوف ومحافظة على نفسها من التجمعات. والله هذا الأمر يعني من صالح الشعب، ما ضد الشعب، بالعكس. يعني أنت من تقول مثلا منع تجوال، إحنا مع المنع تجوال وما مع إيش التجمعات. المطالبات لم تنتهي حتى في عيد الأضحى المبارك، فلقد طالب عدد من الناس بلدية الموصل بطمر الخنادق التي حفرها تنظيم داعش بمقبرة واد عقاب بأيمن الموصل، حيث أنها تؤخر وصول بعض الأهالي إلى مقابر أحبابهم وتشكل عثرة في طريق وصولهم، كما طالبوا أيضا بالسماح لهم بزيارة الأقارب وتسهيل الإجراءات عليهم في أيام العيد. المعاناة اللي نعانيها بمقبرة واد عقاب، أكو مدخل من حي التنك ومدخل من الصناعة، بس بداخل المقبرة الدواعش مسوين خنادق، فمن من من منفذ واحد بس اللي نمشي به. المفروض البلدية، ناشد المحافظ، مدير البلدية يطلعون شفرات هذا المنافذ اللي الخنادق اللي حفروها الدواعش يدفنوها. هو العرض ماله 4 أمتار يا أخي، وكن طلعوا التراب كوموه قريب على الخندق، يدفنونا هذا حتى الحركة مال السيارات تصير بسيطة. والله هم المفروض يعني عيد الأضحى يعني شوية ها تسامحون يعني ويا المواطنين، مثل اليوم ما بس اليوم، يعني المفروض عيد الأضحى شوية على 4 أيام هذه، حتى لو لي 12 الظهر ناس تروح تزور الناس. يعني عندنا ناس مرضى، ساعدنا ناس مرضى بالمستشفى ما راح نقدر نزورهم. ما قبل كورونا كانت الأجواء مكتظة بالناس وشوارع المدينة تعج بالمركبات، إلا أن كورونا قيد الحركة والفرحة بشكل عام في ثاني عيد لهذا العام. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.